المشاركين كلكم، واشكركم جدا على مشاركتنا معانا النهارده. نبتدي دكتور محمد نستمع للاراء. انا كنت عاوز كده اعرف عليكم ان تم خلال الفتره اللي فاتت من سعي محاولات حل الازمه بطرق غير فصليه. طبعا لا على حد الطب والقضاء في الوقت الحالي يمر ازمات متتاليه، وبعده الدكتور محمد حسن ما تم بينه وبين وكيل النيابه، ولكن انا عارف ومتاكد بيحصل احداث كثيره جدا ما بتتصاعدش لهذه الدرجه. ف يعني كلنا شاعرين بالتعسر اللي بيحصل ضد المهنه وضد الطب، وتعدي عليها كمان من تخصصات او كليات ضغط زي ما انتم اكيد عارفين وسامعين. وبما ان احنا ما بنبطلش في طرق السعي السلميه والتوافقيه والتخاطب مع كل الجهات المسؤوله ومحطوطه فيها تغيير الموقف اللي احنا بنقف ضدها، فهتكلم الاول على موضوع اللي هو كليات الطب، قصدي كليات العلوم الطبيه وما تم في الموضوع ده.